مساء الخير وتحية رياضية لكم مشاهدي شاشة تلفزيون لبنان بأسبوع جديد وحلقة جديدة من المجلة الأسبوعية تي إل سبورتس. كرة السلة اللبنانية عادت إلى الواجهة لكن عادت بصورة أجنبية غير لبنانية. دورة الراحل هنري شالوب كانت البروفا الأولى لسبع فرق من فرق أندية الدرجة الأولى طبعا لاختبار قدراتها للكشف عن صورة جديدة، صورة كانت أجنبية بطبيعة الحال أكثر من اللبنانية. وجود ثلاث لاعبين أجانب على أرض الملعب هو العنوان الكبير يلي كان بهالدورة، هن لعبوا الدور الأبرز، الباقيين كانوا كومبارتس إذا فينا نقول. هيدي هي قضية الأسبوع الليلي اللي رح تعالج بالأرقام وبالإحصاءات الدور الكبير للاعبين الأجانب والدور الخجول للاعبين اللبنانيين يلي كانوا بكثير من المباريات بحكم المتفرجين. أيضا تأثير هالأمر رح يكون معنا بحديث تحليلي أيضا مع اتصالات ومع آراء لاعبين على كرة السلة اللبنانية بشكل عام، على المنتخب اللبناني، على مستقبل اللاعبين الناشئين بشكل خاص وعلى مستقبل اللعبة بشكل عام بعد هالقرار يلي اتضح بشكل واضح ومن خلال محللين كتار انه عم يقتل لعبة كرة السلة اللبنانية بعد ما تحول وجهها من لبناني الى اجنبي. صرف دوري الفوتبول ايضا كان حاضر هالاسبوع بمباريات هي عنوان، بمباريات مهمة جدا، بمباريات ما حسمت الا باللحظات الاخيرة، اضافة الرياضات اخرى داني. يعني فعلا هالاسبوع كان غني كتير ان كان على صعيد كرة السلة او كان على صعيد كرة القدم وغيرها من الرياضات المحلية. بالفعل شرب مساء الخير لك ومساء الخير للجميع. بسياق حلقتنا لليوم رح نكون رجعنا للفنون الإيطالية شوية، نضوي الضوء على أبرز النشاطات اللي كانت عم تصير بلبنان أو بالخارج. رح نكون أكيد مع رياضة المعوقين وبالإضافة لأمور أخرى. يعني طبعا البداية مثل العادة بتكون مع كرة القدم اللبنانية. الدوري اللبناني لكرة القدم وصل كان لمرحلته السابعة، ثلاث مباريات اخترناها لكم بالليلة، هي ثلاث مباريات اللي كانت الأهم من دون شك. طرابلس المتراجع هالموسم بطل كأس لبنان بالموسم الماضي كان قبل المرحلة السابعة ما قدر يحقق أي انتصار. النبي شيت كان عم يأكد حضوره بين الكبار من انطلاق الموسم، لكن طرابلس كان بمواجهته مع النبي شيت عم يبحث عن فوزه الأول. مباراة كانت مهمة جدا بالنسبة للفريقين، العلامة الاستفهام الوحيدة اللي فيها هي الأداء التحكيمي بعد إلغاء هدف للنبي شيت أثار الكثير من الكلام. بعد ست مراحل من العجز عن الفوز والحصول على أربع نقاط من أربع تعادلات، نجح طرابلس من فك العقدة ورجع للمدينة الفيحاء من صغرتها بثلاث نقاط غالية على حساب النبي شيت. الفوز طرابلسي كسر أزمة النتائج يلي مروا فيها أبناء الشمال منذ افتتاح الموسم، خصوصا أنه كتيبة المدرب إسماعيل قرطام ذاخرة باللاعبين المحليين المميزين مع ثلاث لاعبين أجانب من الطراز الرفيع. القدرة على الصبر هاي رغم كل الظروف الصعبة اللي عم يمرقوا فيها قدموا شخصية كتير قوية، استمروا بعطائهم، استمروا بإيمانهم بقدراتهم وحققوا اللي بيستحقوه. صحيح أنه بداية المباراة سيد الفريق البقاعي يلي أضاع العديد من الفرص مع تألق الحارس عبد طافح، إلا أنه العبرة كانت بالخواتيم وهيدا يلي نجح ملك التعادلات بتحقيقه بفضل هدفه لمحمد مقصود بالدقيقة 54. مقصود استغل ركلة حرة نفذ القائد عبد الله طالب وحول حمزة علي إلى داخل منطقة الجزاء قبل ما توصل لمقصود يلي سددها داخل شباك وحيد فتال. نبي شيت حاول العودة لأجواء المباراة وإدراك التعادل. البديل أحمد حجازي نجح بتنفيذ تعليمات مدربه محمد الدقة وسجل هدف فور دخوله، إلا أنه حكم الراية ألغى الهدف بداعي تسلل مشكوك بصحته، ما دفع الفريق البقاعي للاعتراض بشدة على قرار الحكم. ما بعرف في الأوتوش لغلنا جول صحيح 100%. الأوتوش اللي عم نخسر عم يكون يا غلط من حكم يا حكم الراية حكم الأساسي، يعني ما بعرف وين بعدنا رايحين. بس يعني مش هحمل المسؤولية للحكم، بس انه عم ننظلم احنا كتير. ماتش الصفا انظلمنا، ماتش الانصار انظلمنا، وهيدا الماتش انظلمنا، يعني ما بعرف ما بعرف. خسارة النبي شيت كلفته الابتعاد خمس نقاط عن المركز الاول وتراجع للمركز الرابع خلف شباب الساحل والعهد يلي اكتسح الاجتماعي واحتل الوصافة. اما طرابلس فبيأمل انه تشكل هالمباراة البداية الحقيقية للفريق يلي حيمثل لبنان بكأس الاتحاد الاسيوي.
يعني طبعا هي نتيجة معنوية مهمة لطرابلس يلي عاد إلى السكة الصحيحة، ما في شك أبدا بقدرات فريق الإسماعيلي قرطام، قادر يمثل لبنان بشكل مثالي بكأس الاتحاد الأسيوي إلى جانب العاد العائد أيضا بقوة بهالمرحلة، كان عم يضرب بشكل كتير كبير على ملعب صيدا البلدي بطل لبنان وعم يفوز على الاجتماعي برباعي نظيفة مثل ما سمعنا بالتقرير. مباراة يمكن يلي كل انتظروها إنها ما كانت على قد التوقعات، هي مباراة شباب الساحل والأنصار. الأنصار طبعا المطالب بشكل كتير كبير بتحقيق النتائج الإيجابية والمنافسة على اللقب تحت ضغوط كتير كبيرة من الجمهور ومن الإعلام الفريق الأخضر، يمكن هالأمر عم يأثر بشكل أو بآخر على أداء الفريق. شباب الساحل انطلاقة أكثر من جيدة مع المدرب موسى حجاج، لكن أيضا بهالمباراة علامة استفهام كبير على التحكيم مع ركلة الجزاء غير الصحيحة في يقول يلي حصل عليها شباب الساحل بأواخر المباراة وإجا منها هدف التعادل أمام الأنصار. مواجهة من نوع خاص كانت عم تجمع الأنصار وشباب الساحل بقمة المرحلة السابعة، نقاط عديدة يمكن التوقف عندها بهاللقاء، أبرز عودة الأنصار ليلعب على ملعب بيروت البلدي أمام جماهيره يلي حضرت بأعداد جيدة. دربي خاص بين مدربي الفريقين كان عم يلعب على مقاعد البدلاء، روح قمة النجمة والأنصار كانت حاضرة بالمواجهة الخاصة بين جمال طه من جهة وموسى حجاج من جهة أخرى، ما دفع المباراة لتاخذ منحة تنافسي عالي وحدية ووصلت لحد التوتر بين اللاعبين، خصوصا أن الساحل بده يحافظ على مركز الوصيف والأنصار بيطمح لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة أمام العهد الأسبوع الماضي. جمهور القلعة الخضراء بدأ غاضب من طه، طالبوا بخروجه من الفريق وتوجه له البعض بعبارات نابية بسبب النتائج السلبية على حد تعبيرهم. الجمهور عنده ردة فعل معصب، نحن بنستوعب هذا الموضوع وبنعذرهم انه هن من محبتهم لنادي الانصار يمكن عم يتصرفوا بهالطريقة او عم يعصبوا بهالطريقة. المباراة كانت متوسطة المستوى قبل ما يكسر الارجنتيني لوكاس جالين جمودة بهدف من ركلة جزاء بدقيقة 23 بعد عرقلة سي شيخ داخل منطقة الجزاء ما أثار اعتراض الحارس علي حلال ولاعبي الساحل، وبالمقابل اعترض الأنصار لعدم طرد الحارس الساحلي. بالشوط الثاني حاول أبناء المتن الجنوبي العودة لأجواء المباراة مقابل اعتماد الفريق البيروتي على الهجمات المرتدة خصوصا عبر النشيط سي شيخ. هداف شباب الساحل موسى كبيرو كان بعيد عن مستواه المعهود وهو يلي فقد حاسة التهديف بالفترة الأخيرة، لكن يحسب لحصوله على ركلة جزاء أثارت غضب جماهير ولاعبي وإدارة الأنصار. الغاني دوغلاس نيكروما انبرى بأعصاب باردة لركلة الجزاء وأدرك التعادل لمصلحة فريقه بالدقيقة 86. أنا بعتقد أنه هذه فيها مشكوك بأمر كرة ضربة الجزاء، مشكوك بأمرها، دليل أنه الحكام عم يتحاملوا على نادي الأنصار مش بأول مباراة ولا تاني مباراة، صار في كذا مباراة. الأنصار استمر بنزيف النقاط، هو تراجع للمركز السادس خلف غريمه النجمة وبيت بيبتعد 6 نقاط عن المركز الأول، أما الساحل فتراجع للمركز الثالث بفارق 3 نقاط عن الصدارة. كده المهم ننزل على المباراة يا ربح يا تعادل، المهم ممنوع الخسارة، هذا عنوان المباراة كامل كابتن موسى. والحمد لله تأخرنا بهدف، طول يجي هدف التعادل بس الحمد لله بالشوط الثاني كنا أداء رجال وشباب الساحل عم فرجي ماتش عن ماتش مستوى عالي. يعني طبعا بشير للأخطاء التحكيمية ما بيكون مقصود أنه الحكم بشكل عام أو بشكل خاص، إذا فينا نقول الأخطاء عم تحصل يعني بأبرز الملاعب الأوروبية. شفنا بنهاية الأسبوع برشلونة وعبر لويس سواريز حصل على هدف تعادل أمام فالنسيا من تسلل واضح، يعني هالأمور بتحصل، إنما الأمور يلي مش مقبول تحصل هو تصرفات بعض المشجعين وخصوصا تجاه رموز كانت موجودة عندهم بالأندية. عم بحكي تحديدا هون جمهور الأنصار، يعني بتمنى يتقبل هالكلام وخصوصا أنه المدرب جمال طه يلي عطى كتير للنادي إن كان على صعيد كلاعب أو على الصعيد كمدرب. ما بفتكر أنه الأمر يلي حصل بملعب بيروت بلدي بليق بجمهور الأنصار وبليق بجمال طه تحديدا. ما بدنا ننسى أكيد طموح مشروع عن جمهور الأنصار أنه فريقهم يفوز وينافس على اللقب، لكن الأمر الأساسي هو الصبر، لأنه بكل بساطة ما بدنا ننسى أنه الفريق بالموسم الماضي بين زوران بيسيتش بين طبعا ريشارد تردي مرحلة انتقالية مع جمال طه بحاجة إلى وقت لترتيب الأوراق. الأنصار بعده ضمن المنافسة منه بعيد عن الصدارة، وبالإمكانات يلي عنده إياها على صعيد اللاعبين المحليين والأجانب قادر يروح لبعيد ويفوز باللقب، إنما جمهور الأنصار بده يخفف الضغوط عن اللاعبين لأن برأيي هي اللي عم تأثر عليهم على أرض الملعب.
مباراة الأسبوع ما كانت شباب الساحل والأنصار بعد ما كان البعض اعتقد أو نطرى أنها تكون مباراة الأسبوع. مباراة الأسبوع كانت مهرجان أهداف، كانت مباراة متقلبة. الرسينج كان عم يتقدم على النجمة بهدفين، لكن النجمة كان عم يرد بثلاث أهداف رغم الصعاب يلي عانيها الفريق النبيذي قبل بداية المباراة، من غياب محمد قاسم، من غياب خالد تكشي وغيرهم. النجمة عم يأكد مرة جديدة أنه قادر يكون حاضر بين الكبار، قادر أنه يعمل النتائج الكبيرة المتوقعة منها. يعني جمهوره الغائب، جمهور يلي رح يعود بالأسبوع المقبل، النجمة عاد إلى المنافسة بقوة بهالفوز. مباراة فض الشراكة عنوان المواجهة يلي جمعت النجمة والراسينج بالمرحلة السابعة. مجدداً افتقد النجمة لقلبه النابض ودعمه الأساسي، مدرجات ملعب برج حمود خلت من روادة وتحديداً عشاق القلعة النبيذية. غيابات النجمة ما اقتصرت على الجمهور، المدرب الروماني تيتا فاليريو افتقد لأبرز لاعبينه بهالمباراة، غاب الفنان خالد تكجي وميزان الوسط محمد قاسم بسبب الإصابة، إلا أن البدلاء كانوا على حجم الأمال المعقودة عليهم. مواجهة رومانية خاصة جمعت مدربي الفريقين، فاليريو من جهة، مواطنو مولدوفان من جهة أخرى. تفوق ربان سفينة الراسينج بالشوط الأول بفضل هدف المهاجم الروماني أوكتافيان دراكيتش بدقيقة 28 بعد انفراده بحارس النجمة أحمد تكتوك. ومع بداية الشوط الثاني أضاف عدنان ملحم الهدف الثاني للقلعة البيضاء بدقيقة 58. بعد هالهدف اعتقد الجميع أنه النجمة عم يتجه لخسارة جديدة قد تدفعه نحو الانهيار، إلا أنه رجال المنارة كان لهم رأي مغاير. انتفض رجاله لفاليريو على أنفسهم، التونسي رضوان الفالحي عوض أخطاء الدفاع النجماوي وأحرز هدف تقليص الفارق بدقيقة 61 بكرة رأسية بعد عرضية القائد عباس عطوي. تفضلنا نحن كان عندنا هيدا المباراة هي مفصلية، تغييرات المدرب كانت كتير موفقة، الحمد لله أخذنا 3 نقاط. الفريق كتير عم يقدم مستوى كتير منيح، لكن الحظ شوي عم يعاندنا، إن شاء الله بعد هاي المباراة فريق أحسن وأحسن. العنصر الأجنبي بالنجمة كان بكامل جهوزيته، التشادي كارل ماكس وجد طريق الشباك بالوقت المناسب، أدرك التعادل للنبيذة بدقيقة 72 بكرة مرت من بين أقدام الحارس محمد سانتينا. وللمباراة الثانية على التوالي أصاب التغييرات فاليريو بإشراك البديل الهداف مازن جمال. اللاعب السابق للأهلي صيدا سجل فور دخوله تاني أهدافه مع النجمة بكرة صاروخية بدقيقة 75. هدفي جمال بمرحلتين مختلفتين منح النجمة 6 نقاط غالية سمحت له بفك الشراكة مع الراسينج ويبقى على بعد 5 نقاط من الصف المتصدر. ضغطنا، حاولنا نرجع للماتش، رجعوا سجلوا هدف تاني. الحمد لله التبديل أثبتت أنه قادرين نجيب الماتش وسجلنا 3 أهداف، والحمد لله كان هدفي هو التالي. النتائج الكاملة للمرحلة السابعة بالدوري اللبناني أمامكم. طرابلس مثل ما شاهدنا بالطريقة عم يفوز على النادي سيتي 1-0، راسينج عم يفوز أمام النجمة 2-3، شباب الغزية والحكمة نتيجة وأداء 0، سلام زغرتا والصفا 1-3 للمتصدر، العهد الاجتماعي 4-0 الأنصار، وشباب الساحل كان تعادل 1-1. تنويه طبعا بنتيجة الصفا يلي فاز بزغرتا بنتيجة 3-1 على السلام. صفا لا يزال بالصدارة إذا ب 17 نقطة، 15 للعهد، شباب الساحل ب 14 نقطة بالمركز الثالث، نبي شيش بالمركز الرابع ب 12 نقطة، مثله مثل النجمة يلي اقترب من رباع الصدارة، الأنصار بالمركز السادس ب 11 نقطة، الراسينج 9 نقاط، الاجتماعي 8 نقاط، طرابلس 7 نقاط بفوزه الأول، سلام زغرتا 4 نقاط، شباب الغزية والحكمة لا يزالوا شركاء بالقاع ب3 نقاط لكل واحد منهم. كيف أصبح ترتيب الهدافين؟ مامادو درامي السنغال من العهد سجل بهالمرحلة أيضا ورفع رصيده إلى 5 أهداف، علاء البابا ما سجل، بقي رصيده 4 أهداف، إنما حسن هزيمي ولوكاس جالان سجلوا مثله مثل أوكتافين دراجيتش فأصبح رصيدهم 4 أهداف، حسن سعيتو أيضا سجل من العهد وأصبح رصيده 3 أهداف مثله مثل أحمد زرق صاحب هدفين بمرمى الاجتماعي، خالد صالح من نبي شيء 3 أهداف، وعلي بزي أيضا جمد رصيده عنده 3 أهداف. برنامج المرحلة الثامنة بالدور اللبناني ما رح تشوفه لليوم،
ولا الساعة ولا الملعب، لأنه بعد ما صدر أي شيء رسمي من الاتحاد اللبناني. إنما اللي بقدر لكم إياه، شباب الساحل اللي حيواجه الاجتماع الأنصار رح يلعب مع الراسينج طرابلس مع الغزية. قمة هالأسبوع رح تكون بين العهد والصفا، الحكمة مع السلام زغرتا، وأيضا قمة أقل أهمية في قرعنا مقارنة بقمة العهد والصفا رح تكون بين النجمة والنبيشي. كيف كانت التشكيل المثالية للمرحلة السابعة؟ مين هن الأفضل يلي اختاروا فريق عمل تي أل سبورتس؟ المدرب تيتا فاليريو أكيد بتبديلاته الصائبة وعودته الكبيرة إلى المباراة أمام الراسين كان المدرب الأفضل بهالمرحلة، وخصوصا بعد إشراكه الورقة الرابحة مازن جمال. عبدو طافح حارس طرابلس استحق يكون بين الخشبات الثلاثة أمامه عباس كنعان، معتز بالله الجنيدي، وزميله لعبدو طافح سعد يوسف من طرابلس. بخط الوسط كان عندنا أربع لاعبين، أحمد زرق صاحب هدفين بمرمى الاجتماع، عباس عطوي قدم مباراة كبيرة بمركز صناعة الألعاب أمام الراسينج وعدد كبير من التمريرات الصحيحة، أحمد جلول صاحب التمريرة الحاسمة للشيخ ديوك بمباراة الصفا والسلام، وأيضا اللي حصل على ركلة الجزاء بالهدف الثاني اللي سجل نور منصور. سي الشيخ كان شعلة بخط وسط الأنصار. في الهجوم محمد حيدر تابع استعراضه وتابع استعراض مهاراته، وبفتكر إذا بوصل على هالمنوال رح يكون أفضل لاعب هالموسم. حسن شعيت وممكن ينافس على الأمر، أيضا هدف وتمريرة حاسمة بهالأسبوع بالمباراة أمام الاجتماعي. مازن جمال استحق يكون المهاجم الوحيد بتشكيلتنا الليلة، لأنه سجل هدف غالي جدا للنجمة بمرمى الراسينج، وهو هدفه الثاني مثل ما سمعنا بالتقرير للأسبوع الثاني على التوالي، 6 نقاط بتوقيع النجمة ومازن جمال. رح يروح طبعا لبريك أول بحلقتنا الليلة معود بعد أن نفتح الملف الساخن، ملف قضية الأسبوع وكرة السلة اللبنانية. يعني ما بعرف إذا لازم أحكي كتير عن الوضع يلي أو الصورة الأولية لكرة السلة اللبنانية قبل انطلاق الموسم الجديد. أصلاً ما بنعرف أي متى حينطلق الموسم الجديد بطبيعة الحال. اتحاد لبنان لكرة السلة مثل العادة لحد هالوقت بعد ما في أي برنامج بلش تطلع صرخة الفرق بطبيعة الحال، لأنه بدها تعرف كيف رح تكون تحضيراتها للمباريات المقبلين. ما في أي برنامج، البعض عم بيقول حتى أنه البطولة ما ممكن تنطلق بموعدها المحدد بعشرين الشهر الحالي، إنما بعد رأس السنة. على كل حال، أولى ارتدادات قرار اعتماد 3 لاعبين أجانب على أرض الملعب، هيدا رح نناقشه بقضية الأسبوع الليلة. يعني الكل كان عم بيتابع مباريات دورة الراحة لونريشا الهوب عبر شاشة تلفزيون لبنان، الكل كان عم يشاهد الوضع يلي كانوا عم بيكونوا عليه اللاعبين اللبنانيين. داني يعني دورهم محدود كومبارس إذا في يقول بالمباريات، بعض المباريات تحولت إلى ستريت بول، 3 على 3 الأجانب. يعني بنعرف كتير منيح إنه لاعب الأجنبي ببعض الأحيان بهمه أيضا يبرز نفسه على صعيد الفيجرز، على صعيد الأرقام الكبيرة يلي بيسجلها، وبالتالي تحصل على عروض أفضل. لاعب لبناني هو المتضرر الوحيد لحد الوقت من هالقرار. لا شك شربل انه اللاعب الاجنبي هو بيرفع من وتيره المباراه، بيحسنها اذا فينا نقول هجوميا ودفاعيا، لكن استعراضيا يعني استعراضيا، لكن ما لازم ننسى كمان دور اللاعب اللبناني اللي هو اساسي وفعال. يعني تخيل خلال المباراة بيكون في عندك لاعبين 2 لبنانية على أرض الملعب و3 ناطرينهم برا تشوفوا إمتى ممكن يتم استبدالهم للدخول للمباراة. يعني هيدي قتلت اللاعب اللبناني، اللاعب اللبناني صار عم يتوجه على الدرجة الثانية تشوف أي فريق بده يوقع معه لمتابعة مسيرته، ياخذ وقت أكثر على أرض الملعب. صحيح. يعني طبعا بالأرقام بالإحصاءات ما رح أحكي وأتوسع كتير، أمثلة كتير كان ممكن استخلاصها من دورة الراحل هونريشا الهوب عن الوضع يلي عم يعيشوا اللاعبين اللبنانيين، كتار اتصلوا فيه حتى على الصعيد الشخصي وأبدوا امتعاضهم من خصوص يعني وجود 3 لاعبين أجانب على أرض الملعب، لكن أيضا عارفين أنه بدون يتعايشوا مع الموضوع أقله هالموسم، ما بقى في مهرب، إنما تأثير كبير رح يكون على كرة السلة اللبنانية. قضية الأسبوع بالأرقام والإحصاءات، شو كان الوضع بدورة هونريشا الهوب بوجود 3 لاعبين أجانب على أرض الملعب؟ للوهلة الأولى بتتخيل نفسك بمباراة كرة سلة بأمريكا أو بأوروبا، 6 لاعبين أجانب على أرض الملعب بنفس الوقت وبعملية حسابية صغيرة، النتيجة بتكون 60% من تشكيلة فريقين خلال إحدى المباريات المؤلفة من أجانب. دورة هونريشا الهوب الودية مثلت الامتحان الأول للاتحاد اللبناني لكرة السلة بعد رفع عدد الأجانب ل3 بالدور المحلي يلي من المفترض أنه ينطلق الشهر الحالي. والسؤال يلي بيطرح نفسه، شو دور اللاعب اللبناني على أرض الملعب؟ هون الأرقام هي يلي بتحكي عن حالة، إذ ب 12 مباراة سجلت الفرق 7 المشاركة بالبطولة 1861 نقطة،
كان نصيب الأجانب 21 اللي دافعوا عن ألوانها 1118 نقطة. عنصر الأجنبي كتير طاغي كان، يعني ما كتير في فرق، ما كتير قدروا الشباب اللبناني ياخذوا انه كثير باسات وكذا وهيك، هذا هيدا المشكله حتبين انه لاعب الاجنبي حيضل طاغي على اللبناني، بس هون الشاطر انه الشباب اللبنانيه اللي تحضرت مضبوط كذا تقدر تبين وتبرز حالها قدام الاجانب. ومع اعتماد ثلاث لاعبين اجانب على ارض الملعب تحولت بعض المباريات الى مواجهه بين ثلاث اجانب من هون وثلاث اجانب من هونيك، لتتحول المواجهات الى ما يشبه ستريت بول بالوقت اللي لعب فيه اللبنانيين دور الكومبارس مش اكثر. فبمباراة بيبلوس والويزي سجل الأجانب ثلاثة عند الفريق الجبيلي 50 من أصل 72 نقطة، بينما كان الفريق الكسرواني عم يلعب بأجنبيين سجلوا 41 من أصل 60 نقطة. أما مباراة بيبلوس وهومنتمن فكانت كارثية بالنسبة للاعبين اللبنانيين عند الفريق الأرمني، إذ نجح ثلاثة منهم فقط بالوصول إلى السلة، فسجلوا مجموعين 11 نقطة من أصل 82 مقابل 71 نقطة أجنبية. وببعض الأحيان كان في شعور إنه اللاعبين الأجانب بهمهم إظهار قدراتهم فقط، ما بيوثقوا بشكل كتير كبير بزملائهم المحليين. فكانت المباراة النهائية لدورة هنري شلهوب مثل جديد على فرض الأجانب شخصيتهم على الملعب. فمن ناحية بيبلوس كانوا اللبنانيين عم يسجلوا 22 نقطة من أصل 87 سجل فريقهم، بينما من ناحية التضامن كانت النسبة أسوأ بكتير، إذ قدر ثلاث لاعبين فقط من الوصول إلى السلة فسجلوا 9 نقاط من أصل 76. بعد بكير تبين فعلياً في إيجابيات السيئات، بعتقد لازم ننطر للسيزون يمرق مشان نشوف كيف حيكون وضعه. هلا اكيد بده يخف دور اللعب اللبناني، يعني مشان هيك على المدى البعيد هيدي منا منيحه، بس تجرب سنه ليش لا. سلبيات عديده سبق ونحكى عنها عند اعلان قرار الاتحاد باشراك ثلاث اجانب على ارض الملعب، فبالاضافه لانعدام فرص مشاركه الشباب واللي حيتبعوا من تاثير سلبي على المنتخب الوطني، بدات الخلافات الداخليه تضرب بعض الانديه. هومنتمن اولى ضحايا هالقرار بعد ما ابدى لاعبي الفريق البرتغالي امتعاض من عدم مشاركتهم لوقت كافي على ارض الملعب، وهالامر ممكن ياثر سلبا على استقرار الفريق. كلاعب لبناني كلها سلبيات، يعني اللاعب اللبناني ما عم ياخذ حقه بقى. لا كلاعب خبره ولا كلاعب ناشئ، يعني هيدا بتضرب اللاعب اللبناني على اللونج تيرم، ونحن ضدها اكيد كلاعب لبنانيه. بعض المدربين اللبنانيين كانوا على تماس مع لاعبينهم، تضامنوا معهم وابدوا امتعاض من اداره الاتحاد للعبه، وهيدا يلي عبر عنه مدرب الشانفيل غسان سركيس عبر صفحته على الفيسبوك. سركيس اتهم رئيس الاتحاد وليد نصار بسوء الاداره والعمل على تدمير اللعبه، وطالب برحيل الأخير لإعادة انتشال اللعبة من التخبط اللي عم تعيشه. بالمقلب الآخر كانوا رؤساء الأندية والممولين مرتاحين لنتائج إشراك ثلاث لاعبين أجانب، فهن نجحوا بالحد من الأجور المرتفعة للاعب المحلي، وبنفس الوقت خلقوا نوع من المنافسة ليطور اللاعب المحلي قدراته من أجل منافسة الأجنبي على مركز أساسي، وهالأمر بحسب الإداريين حينعكس بشكل إيجابي على المنتخب الوطني. انا بالنسبه لي انا هيدي اللي كنت دائما اقول انه شغله كثير منيحه، لانه بتعلي مستوى البطوله، بتعلي حتى بتساعد اللبنانيه ليصيروا احسن، وشفنا قد ايه كانت في تنافس كثير حلو. هالموسم حيكون صعب على اللاعبين اللبنانيين، لكن السؤال يلي بيطرح نفسه عن مصير هاللاعبين واللعبه بشكل عام في حال تم تمديد قرار اعتماد ثلاث لاعبين اجانب لمواسم اضافيه. أما السؤال الأكبر فأي لاعبين رح يستفيد منهم المنتخب مستقبلا، وين بده يشوف مدرب المنتخب لاختيار الأفضل بينهم إذا كان دورهم محدود. افتكر الكلام اللي انحكى كافي ووافي، لكن أيضا بهمنا نجمع كل الاراء وخصوصا لناس متخصصين متابعين عن كثب من فتره كثير طويله. بيسعدني رحب معنا بالحلقه بالاستاذ توني خليل، الاداري والمدرب يلي عاصر كره السله اللبنانيه من عصره الذهبي حتى وصلنا الى 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 هالايام. يعني استاذ توني مساء الخير. بونسوارك شرفي. يعني ما بعرف اذا كنت عم تسمع التقرير، لكن الارقام يمكن حكيت اكثر من اي حدا ثاني من اللي استشرناهم او من اللي استطلعناهم. سؤالي لك اليوم بكلام هي بحلاوه بس حدا يحكي بالارقام، يعني مش وجهه نظر، هي نعم. هي ارقام
وبتحكي هلا كنا عم بكل كان يتخيل منه بتصور دورة هاري شرهوب كانت وضحت هالأمر بكير كتير. بس أنا عم برجع لك لما كون إذا بدك تلبش لواجهة هالشغلة رح لك إنه في وقت يعني مثلا في مباريات معينة لا اللبناني شارك واللبناني بين هيدي بترجع لنوعية المباراة ومين الماتش اللي بيكون عم يقدر يتحرك فيه. مثلا نادي هوب الأرجحية كانت عطول الديسايشن كان بقول اللاعب اللبناني مش اللاعب الأجنبي. هوبس الوحيد في يقول عنه هيك هوبس الوحيد استاذ توني ما بعرف إذا عم تسمعني هوبس الوحيد في مباريات معينة كان لنادي التضامن أو لنادي الحكمة كان الوازن اللاعب اللبناني مثل مثلا كنا نتذكر ماتش التضامن والحكمة بين رودريك وإديرسو في محل عنده فريقهم وصلوا للنصف النهائي. بس بلا شك فيه إنه في محل مشكلة كبيرة وهون عم نحكي عن المشاركة الفعلية مش إنه يكون موجود على الملعب أو عم يلعب الأوقات هي قديش عم ياخذ أسامة قديش عم يلعب هيدي مشكلة أساسية وخصوصا إنه إجت بنقطة شربت إجت هيك إنه عم نشوف بس هالمنظر ما عم نشوف كيف بدنا نطور وين بده يتطور وين بده يصار. طيب أستاذ توني لاعب لبناني يعني ما في خطة متكاملة لنشوف وين بده يصار بعدنا هي ذاتها ما في بطولات تنشئية نعم ما في جدول ما بنعرف شو نوع البطولة يعني تطور انت جاي بثلاث أجانب بيلعبوا 16 ماتش أو 17 ماتش مش هيك بتطور اللاعبين انت بدك تستهلك لاعبين تنشبر الكوتش لاعب كل لعيبته أو يكون عنده روتيشن كبيرة بينما إذا عم يلعب بكل السيزن 15 أو 16 ماتش أو 17 ماتش بالآخر ما رح يعود وبالآخر الكوتش المدرب مطلوب منه يربح. إذا أنت عم تجبره يربح وعم تحكمه على يربح أو يخسر أكيد ما رح ينقي يطور لاعبين. نرجع نحكي بهذا ما بعرف اذا عم تسمعني استاذ توني استاذ توني مثل ما هي ما محطوطه لا رح تفوت العالم بالحيطان ورح تكون سلبيه ما رح تكون ايجابيه لان مانا موجوده بخطه متكامله. نعم الحكي هيك من الهواء ووصلنا لهون يعني مانا ناقشه هيك مش انه جربنا ونشوف بعدين ما كنا عم نجرب قبل وبرضه مش معناتها انه اثنين كانت فظيعه لا اثنين بإدارة الحالية اللي كانت عم تتبع من زمان وجاي غلط وما قدرنا طورنا وما قدرنا عملنا بطولات يعني بطولات الفئة العمرية من هذه إلى منها موجودة هيدي اثنين أو ثلاثة جدولة المباريات والموسم وكيف نعمل منه كومبيتيشن منها موجودة مع اثنين وعلى ثلاثة نحن عم نهرب لقدام بأنه نخبر خبرين والله بثلاثة بنلعب أو هيك هذا رأيي يعني رأيي الخاص ما عم نعمل يعني بتشوف بالدوريات برا الدوريات الأوروبية في 10 أجانب بالملعب بالNBA في 10 أجانب بس تمن خطة متكاملة كل واحد بيعرف شو عم بيصير إيه أنا بكون عندي 10 أجانب بس عم بلعب بالسيزن 82 ماتش يعني استاذ توني يمكن بعدنا شوي عن الموضوع الفني رحنا على الموضوع الإداري. الأمر الأساسي اللي عم نتحدث عنه هو بشكل أساسي مسألة الحضور الأجنبي وتأثيره على اللاعبين اللبنانيين. يعني كنت عم تعطي مثل عن هوبس حضرتك هوبس مبني بطبيعة الحال على اللاعبين اللبنانيين من علي مزهر لعزت قيسي لغيره من اللاعبين يلي لهم دور أكبر على أرض الملعب بعكس الفرق الأخرى يلي بتحط تقلة باللاعبين الأجانب. يبدو انقطع الاتصال مع استاذ توني خليل يعني بطبيعه الحال ما كان عم يسمعنا اصلا لسوء الاتصال مش مشكله رح نبقى ضمن هالقضيه وضمن هالاراء يلي عم نتحدث عنها
وخصوصا انه في مع وفي ضد. استاذ جاسم انسو من الاشخاص يلي مع ثلاث لاعبين اجانب، ايضا عم نحاول نتصل فيه لرئيس نادي هوبس، بدنا نشوف شو رايه يعني بعد ما ظهر انه اللاعبين اللبنانيين هن مركز الثقل بفريقه تحديدا. داني بالفعل شربل، يعني اللاعبين اللبنانيين اللي هن مركز ثقل بالفريق صاروا على بنش الاحتياط، المباريات صارت للأجانب، على ما يبدو نحن متوجهين لبطولة أجانب وتجنيس بالمستقبل. أستاذ جاسم أنصر رئيس نادي هوبس أصبح معنا مباشرة على الهواء، مساء الخير أستاذ جاسم. مساء النور حبيبي. يعني ما بعرف إذا لازم أحكي عن تأثير اللاعبين الأجانب على المباريات أو حضور اللاعب اللبناني الخجول يلي كان بدورة ريشال هوب مع نادي هوبس تحديدا، لأنه بصراحة وخلال أنا تعليقي شخصيا على الدورة كنت عم شوف انه مركز التقل هو اللاعبين اللبنانيين عندكم من عزت قيسي لعلي بزهر وغيرهم من اللاعبين المميزين يلي كانوا اليوم فريد. اليوم نحن يعني بالمفارقه كان معك حق، اليوم الهوبس كان مفارقه شوي تبعت المباريات الباقيه تبعت ليك موضوع الاجانب الثلاثه له حسنات وله سيئات. أيهن أكثر؟ اليوم أضبط بالميزان أيهن أكثر؟ إذا بتطلع على نادي هوبس، نادي هوبس كانت تقل اليوم اللبناني كل الدورة. نعم. يعني من عزت لعلي لمروان لفريد للكل كانوا هن التقل، أجنب الأجانب طبعاً بالعكس عنا مشكلة نحن اليوم معهم لأنه ما كانوا على يعني بالمستوى المطلوب مقارنة بالأجانب الباقيين. إذا بنطلع بشكل عام اليوم كيف نبلش الأندية مع الأجانب؟ لأنه نحن آخر شيء جمهور عاطفي عم نشوف يعني ردود سلبية على هذا الموضوع، وهذا الشيء نحن لم نتفهمه وطبيعي لأنه اليوم في بتلاحظ أنه في عدد كبير من الأجانب عم يلعبوا، بس الموضوع هذا بده شوية مثل ما بقوله طولة بال، يعني لازم نختبره للأخير. بس مباراة النهائية بين بيبلوس والتضامن، يعني شفنا بيبلوس ب 82 نقطة سجل 22 أجانب، 76 نقطة للتضامن، 9 نقط فقط اللعيبة اللبنانية، عم بحكي كنت على بيبلوس طبعا قد سجل اللعيبة اللبنانية، 9 نقط من 76 لفريق التضامن بالمباراة النهائية. يعني ما بعرف إذا هذا الشيء صح. اليوم الأندية كلها عم تتحضر بشكل أساسي الأجنبي أول ما يجي طبيعي، لأنه اليوم بعد ما في روتيشن الأندية بعد الكيمستري ما وجدوها 100%، فمن الطبيعي تروح الأتمت والتجيل عم يكون للأجنبي. بالأخير الأندية حتفهم والأجهزة الفنية بده ينعمل روتيشن أكبر، يعني حيلعب عدد أكبر من اللاعبين، حتبرم على 8 لاعبين. هلا طبعا له تقله الاجنبي، بس انا برايي اليوم اللبناني عنده مثل ما بيقولوا تشالنج كبير لحتى يثبت حاله بهذا الدوري. المدربين استاذ جاسم، مدربين مثل نيناد فوتشينيتش وميودراك بيريسيتش مدرب التضامن ومدرب بيبلوس على التوالي، عم نشوفهم انه ما عم يعملوا روتيشن مع اللعيب الاجنبي. يعني بنهايه الامر مدرب اجنبي بهمه ينجح، بهمه يربح، ما فرقاني معه مين بيكون موجود على ارض الملعب. مضبوط. انا برايي كل الانديه كل المدربين بدهم يربحوا، هذا شيء طبيعي، بس لا عم نعمل روتيشن. امرات عم نلاقي كثير امرار انه في اجنبي على الملعب، امرات بنلاقي في اجنبيين، كل الانديه عم تلعب. هلا برجع بقول لك باول وهله فيك تنتقدها، فيك تشوفها بسلبيه وفيك تشوفها بايجابيه. اليوم الهوبس برك الوحيد اللي ثاقبت انه نحن اكثر ناس بينت انه اليوم اللبناني هو العنصر الاساسي وتضوى عليه وكانوا قد الشباب وفريق قدر نفس وربح الحكمه وتخطينا الشانفيل وكان شكلنا كثير مقبول. بتعرف شفت المباريات، هذا موضوع اليوم اذا بدنا نقوص عليه بلا ما نختبره بنكون عم نظلمه شوي، بده وقت. برجع بقول لك انا موقفي بركي كون اليوم ما لي كثير مصلحه، انا بالشخصي بالثلاث اجانب اليوم الهوبس ما كثير له هالمصلحه، ولكن بالاخير بدنا نشوف قديش مردوده حيكون على العناصر الاساسيه اللبنانيه وقديش حيستفيدوا منه باخر الدوري، لانه اليوم اللبناني اللي عم يلعب بالملعب عنده الكومبيتيشن كثير عالي وعم بيدفش حاله ليثبت حاله بشكل بعض اصعب من العادي.
لكن جاسم عم بيقولوا بالفترة الأخيرة إنه راح يتم الاعتماد على حكام ومراقبين دوليين لمتابعة المباريات عن كثب وهن راح يكونوا أجانب، يعني بطل في اعتماد على المسؤولين القيمين اللبنانيين. شو رأيك على الموضوع؟ بالأجهزة الفنية عم تحكي؟ صحيح صحيح صحيح. يعني برجع بقول لك اليوم كرة السلة والرياضة بشكل عام هذا سوق مفتوح، خشين أنت بدك تجيب الأحسن لكرة السلة بشكل عام للبنان، وطبعا العنصر اللبناني بده يطور حاله بده ينافس، المنافسة بتخلق مثل ما بقولوا الكمال، يعني ما بتتحسن أنت إلا ما يكون في منافسة جدية وتتعلم منها على كل الأصعدة الفنية بالإدارة بالجهاز الفني بالحكام. أنا برأيي لازم يكون في كومبيتيشن وما بيطلع، إذا بنضلنا قاعدين نحن بسيرك ضيق برأيي. يعني اليوم العنصر الأجنبي اللي خلى لبنان يوصل للعالمية اليوم. لو ما جاسم سؤال أخير، سؤال أخير، هل فعلا مسألة تخفيف الميزانيات أو التوفير عند الأندية فعلا حصلت؟ يعني شفنا نادي الحكمة هلأ حاليا عنده 4 أجانب. أنا برأيي اليوم أنت بتعرف إذا بتدرس السوق، السوق كتير نزل لما فات العنصر الأجنبي بالنسبة للسوق ككل، والأندية اليوم عم تدفع أقل من كل سنة برأيي، وأنا بعرف هذا الشيء وأنا عم تواصل مع معظم رؤساء الأندية وبعرف أنه نزلت الميزانيات إذا مش 40-50%، فأكيد نزلت الميزانيات. هلأ مش لأنه فات الأجنبي فقط، لأنه آخر شيء الأندية حالتها حالي والوضع الاقتصادي حالته حالي، كل هالعوامل هاي أثرت على الموضوع الاقتصادي. إيه أكيد نزلت، وبعتقد كل الأندية عم بتنزل بميزانيات. أنا بدي أتشكرك كتير، يعني رأيك قيم ودائما عنا منحب نسمع آرائك، وخصوصا أنك بتشوفها مش بس من نظرة الإدارة، أيضا من نظرة اللاعب السابق يلي ملاعب كرة السلة اللبنانية بتعرفك وبتعرفها كتير منيح. شكرا لك أستاذ جاسم أنصو، على أمل اللقاء بحلقات تانية. يعني الأمور شوي معقدة، الآراء مختلفة ومتضاربة، لكن إذا وضعنا الأمور بالميزان سلبيات أكثر من الإيجابيات. كأس لبنان أيضا كان عم ينطلق داني بأدواره التمهيدية اللي رح تستكمل طبعا هالأسبوع، والمباريات ما كانت بتقل شأنا عن دوري تنريش الهوب. بالفعل شربل، يعني إذا بدنا نحكي شوي عن البطولة اللي صارت والاعتماد على اللاعبين الأجانب، فينا نقول إنه الدوري اللبناني عم بيتحول لدور الرابطة الوطنية اللبنانية، إذا فينا نقول NBA لبنان، لكن أكيد بالمستقبل على أمل هالصورة تتوضح. بسلتنا المحلية رح نعرف كيف كان كأس لبنان. بكأس لبنان لكرة سلة المنافسة ما كانت عم تقل شأنا أبدا مثل ما ذكر شربل، وأكيد المنافسة كانت حلوة كتير. رح نروح نشوف نهائي دورة هنري شلهوب تنعرف كيف كانت هالمنافسة وكيف كان اللاعبين عم بتجانسوا مع بعض، أكيد عند اللاعبين اللبنانيين أو الأجانب. 4 مباريات كانوا كافيين ليكشف فريق بيبلوس عن وجهه الجديد على ساحة كرة السلة اللبنانية، وجه المنافس القوي والمرتقب على لقب بطولة لبنان، وجه مخيف لفريق بيملك ترسانة من اللاعبين الأجانب والمحليين المميزين واللي أثبتوا حضورهم الفردي والجماعي بالدورة الأولى على كأس الراحل هنري شلهوب بفوز بلقبة على حساب التضامن الزوق بنتيجة 87-76 بالمباراة النهائية. هالدورة اللي نقل تلفزيون لبنان مبارياتها 12 على مدار أسبوع من ملعب مجمع الشياح الرياضي الثقافي، استحق فيها الفريق الجبيلي أول لقب بتاريخه من وقت ما صعد لدور الأضواء، وهاللقب ولو أنه إجا بدورة ودية إلا أنه بيحمل أهمية كبيرة بالنسبة لوصيف بطل لبنان عشية انطلاق الموسم الجديد. أجانب 3 على مستوى عالي ولاعبين محليين عم يعززوا مقاعد البدلاء بشكل كبير، إضافة لمدرب محنك هو الصربي نيناد فوتشينيتش اللي عرف كيفية إدارة المباراة النهائية عبر الاستعانة برجاله المناسبين بالوقت المناسب. المباراة النهائية لدورة هنري شلهوب كشفت عن قدرة مخيفة لبيبلوس بالتسجيل من تحت السلة ومن خارج القوس، حيث ضرب خصمه ب 13 ثلاثية مقابل ثلاثيتين فقط للتضامن اللي عجز مدربه الصربي نيودراك بيريسيتش عن إيقاف صانع الألعاب الأمريكي الرائع ستيفن بورت، إذ وبغياب محمد إبراهيم المصاب تناوب على مراقبته جاد خليل وحسين الخطيب من دون ما يتمكنوا من وضع حد لخطورته،
فأنهى اللقاء ب 33 نقطة بين 6 ثلاثيات، ليترك رسالة واضحة بأنه رح يكون النجم المنتظر بالموسم الجديد للبطولة. كانت البطولة صعبة، استغليناها للتحضير، صلنا أشهر ما تدربنا وهلأ انطلقت تحضيراتنا الفعلية. بدوره ظهر الفريق الكسرواني بحاجة لعمل كبير لخلق الكيميائية بين لاعبينه بعد ما تغيرت صورة التشكيلة بنسبة 99% بوقت كان فيه الأجانب الثلاثة هن الأبرز. فسجل الصربي برانكو سفيتكوفيتش 26 نقطة، مواطنو فلادان 24 نقطة، ولاعب بيبلوس والحكم السابق الأمريكي ديزمود بينيجر 17 نقطة، بين الثلاثيتين لسجلهم فريقه بهالمباراة. جيم اليوم ما كان هين لقلنا أبدا، نحن بدنا بعد وقت لنحول على بعض فريق جديد، بيبلو استنوا فترة مع بعض، فرنوا سهرين عم يتمرنوا، نحن تمرنا جمعة قبل هالبطولة، هيدي البطولة كتير منيحة كانت لقلنا كتحضير للسيزن. بيبلوس أصاب التوقعات بعد ما كان أخرج الحكمة من الدور نصف النهائي ليستلم من رئيس الأخير تشيك بقيمة 50,000 دولار بسبب فوزه باللقب، بينما حصل التضامن على 25,000 دولار وخرج من الدورة مثقل بالإصابات اللي دفعته لإعلان انسحابه من كأس لبنان، حيث كان المفترض أنه يقابل الحكمة. يعني طبعا المدرب فؤاد أبو شقرة كان أيضا من العناوين يلي تلت نهاية دورة الرحلة لأنري شالوب، الدورة اللي كانت تعني نادي الحكمة بشكل كتير كبير، وكيف لا وهو الداعم السابق لنادي الحكمة ورئيس السابق لنادي الحكمة المدرب فؤاد أبو شقرة، وبالتراضي بحسب مصادر حكموية فك ارتباطه مع النادي الأخضر. المدرب تكران كيوكيجيان راح يكون بديله بمسابقة كأس لبنان، مسابقة كأس لبنان المستمرة يعني الليلة في مباريات بالدور الربع نهائي أيضا دور نصف نهائي حيلعب الأسبوع، والمباراة النهائية راح تكون يوم 12 الحالي. الأهم أكيد كان نقل دورة هنري شالهوب عبر شاشة تلفزيون لبنان، مباريات يلي تابعتوها وصلت لكل بيت. كأس لبنان أيضا يلي مبارياته منا منقولة تلفزيونية لحد الوقت، ما معروف إذا حتكون منقولة على الشاشات اللبنانية. بصراحة تلقينا كتير اتصالات اليوم وكتير تساؤلات حول هالبطولة إذا رح تكون عبر شاشة تلفزيون لبنان، يلي فيه خبركم يا مشاهدينا ويلي وعدت كتار أنه أرجع لهم من خلال الحلقة حول هالموضوع، أنه عملنا اتصالاتنا مع الاتحاد اللبناني لكرة السلة ومع القيمين واللي بيرتبطوا بهالملف، كان في ردود فعل إيجابية حول هالموضوع، لكن الأمر المؤسف أنه احتكار البعض لكرة السلة اللبنانية وللرياضة بشكل عام لا يزال مستمر. كان في أطراف كتير وافقت على نقلنا للمباريات، لكن الطرف الأساسي اللي هو خلف الأشخاص المكلفين بالملف يلي عم يستفيدوا طبعا من اللعبة تجاريا رفض هالموضوع وعرقل الأمور. هذا أمر برسم وزارة الشباب والرياضة، برسم وزارة الإعلام أيضا، احتكار الرياضة منه مقبول. مسابقة كأس لبنان في حال تحلحلت الأمور رح تشوفوها عبر شاشة تلفزيون لبنان أيضا. بالفعل شربل، يعني كأس لبنان أكيد هي من أبرز البطولات الهامة جدا على صعيد المحلي مثل بطولة لبنان. إذا بدنا نحكي شوية عن كأس لبنان والأدوار التمهيدية، رح نعرف كيف كانت أبرز مباراة كانت عم بتصير بين الجيش وبرمينا. مسلسل انسحابات أندية كرة السلة من كأس لبنان مستمرة بعد النادي الرياضي قرر التضامن الزوء عدم خوض غمار منافسات الكأس يلي بتنضوي تحت لواء بطولات الموسم 2014-2015. النادي الكسرواني فضل الانسحاب بسبب تعرض عدد من لاعبينه لإصابات مختلفة بعد المشاركة بدورة أنري شالهوب، إضافة إلى رغبة المدرب الصربي ميودراك بيريسيتش بعدم المشاركة بأي دورة أو بطولة من أجل التفرغ للتحضير للموسم الجديد. قرار التضامن مفاجئ، خصوصا انه بامكانه استخدام هالمباريات للتحضير واشراك اللاعبين المحليين يلي ما اخذوا فرصتهم بشكل كبير مع الفريق. انسحاب التضامن سمح للحكمة بالتأهل تلقائيا الى نصف النهائي وبقيادة تيجران جيوكشيان للقلعة الخضراء بعد رحيل المدرب فؤاد ابو شقرة، بينتظر الحكم الفائز من مواجهة المتحد والجيش بربع النهائي. فريق الجيش اللبناني نجح بالتأهل لهالدور بعد عبوره جميع عقبات الدور الإقصائي، آخرها كان الفوز على برمينا 76-53 بالمباراة يلي احتضنها سانتر ديمارجيان بالنقاش. الجيش ما وجد أي صعوبة لتخطي عقبة خصمه، سيطر على المباراة منذ البداية وخلق فارق مريح سمح له بحسم بطاقة العبور لمقارعة الكبار. أول شيء الحمد لله، يعني نحن هون اشتركنا كرمال ناخد إكسبيرينس من الكاس، تعرف نحن فريق درجة رابعة كنا ربحنا الكاس وربحنا البطولة وطلعنا على الدرجة الثالثة جديد، صار عنا شوية تغييرات، فريق
كان 8 لعيبه ناقصين، فريق جيش فريق درجه ثانيه اكيد وجاهز 100% تيفوت يعني وينافس على الكاس. مباريات ربع النهائي انطلقت اليوم بمواجهتين من العيار الثقيل. بيبلوس حيواجه الهومنتمن بإعادة لمباراة دورة أوريشا الهوب يلي نجح بيبلوس بخطف لأبا، والفائز من هالمواجهة حيلتقي بنصف النهائي مع المتأهل من مباراة شانفيل وهوبس. بريك تاني بحلقتنا لليلة ونعود معكم سريعا لنفتح صفحة الرياضة المحلية بتي إل سبورتس. رياضة محلية متنوعة مثل العادة بتكون بحلقة تي ال سبورتس، أكيد بين الفوتسال والألعاب القتالية كان في نشاط كبير عم يكون على الأرض اللبنانية. بالفوتسال صورة المتصدر بنك بيروت كانت عم تهتز بمباراتين بالمرحلة 12 وبالمرحلة 13، إنما البطل ما كان عم يسقط، شباب الأشرفية كاد يحقق المفاجأة ما نجح بهالأمر بالوقت يلي الميادين مستمر بانتصاراته العريضة. اهتزت صورة بنك بيروت من دون ما تنكسر بالمرحلتين 12 و13 من دوري الفوتسال. بطل لبنان خرج بانتصارين بفارق هدف واحد، وهالأمر ما عودنا عليه أبداً، خصوصاً بعد ما اعتاد بالفترة الأخيرة وبغالبية مبارياته هالموسم على تحقيق النتائج العريضة. فبعد ما أفلت من خسارة مفاجئة أمام شويفات وحقق فوز متأخر بنتيجة 7-6، كان بنك بيروت عم يفوز على شباب الأشرفية 5-4 بختام مباريات المرحلة 13. ورغم أنه هالفوز كان أسهل من اللي سبقه، إلا أنه علامة استفهام ممكن توضع على الأداء الدفاعي لفريق المدرب ديان ديودوفيتش من بعد ما تلقى 10 أهداف في مبارتين، وهو اللي بتنتظره مباريات قوية هالشهر، أهمها رح يكون مع شريكه بالصدارة الميادين بمباراة رح تحدد بشكل كتير كبير هوية الفريق اللي رح ينهي الدوري المنتظم وهو بالصدارة. المباراة أمام الأشرفية شهدت عودة قوية لعلي الحمصي إلى صفوف فريقه، فسجل هاتريك بينما تكفل البرازيلي رودولفو داكوستا وفادي جريج بالهدفين الآخرين. من ناحيته بعد ما كان وضع نفسه بالمركز الرابع عندما استغل خسارة USG أمام الجيش ففاز على AUCE بخمس أهداف نظيفة، فرط الأشرفية بفرصة الابتعاد بهالمركز رغم الروح القتالية وعدم الاستسلام اللي ظهر عليها خلال المباراة أمام بنك بيروت، حيث سجل إلي بيطار وجرجس أبو أنطون ومحمد حمودي وقاسم عز الدين الأهداف الأربعة. المرحلة 13 شهدت انتصار كبير للميادين على طرابلس الفيحاء 11-5، وفوز عريض أيضا للجيش على AUST بنتيجة 9-3، بينما كان لشويفات عم ياخد مكافئته على الأداء الكبير اللي قدمه أمام بنك بيروت بفوزه اللافت على USG المتراجع 4-2، وانتهت مواجهة القاع بين القلمون و AUCE بالتعادل. إذن مرحلتين لعبوا هالأسبوع بدوري الفوتسال، مرحلة 12 نتائج أمامنا، شويفات كان عم يسقط أمام بنك بيروت بعد ما تقدم بنتيجة 6-7، جيش لبنان عم يفوز على USG 13-4، طرابلس عم يفوز على جارو الألمون 2-0 بمباراة تاريخية لأن للمرة الأولى كانت عم تقام مباراة فوتسال بطرابلس وتحديدا بملعب جامعة المنار. ألف مبروك لطرابلس ولا جامعة المنار افتتاح الملعب. الأشرفية فوز كبير على USE بخمس أهداف نظيفة، والميادين عم يفوز على USE 2-2. بالمرحلة 13 أيضا نتائجها أيضا عم نتابعها أمامنا، شويفات كان عم يقطف مكافأته من مباراته الكبيرة أمام بنك بيروت وعم يفوز على USG 4-2، جيش لبنان عم يفوز على AUST 9-3، طرابلس عم يسقط أمام الميادين 5-11، الألمون و AUCE بمواجهة القاع 2-2 نتيجة. شباب الأشرفية عمل كامباك كبيرة أمام بنك بيروت بعد ما كان متأخر 1-5 إنما ما قدر يفوز وسقط 4-5. الترتيب كيف هو، لا تزال الصدارة على حالة، بنك بيروت والميادين شريكان بالصدارة ب 36 نقطة، خلفهم الجيش مباشرة ب 33 نقطة، شباب الأشرفية ب 18 نقطة بالمركز الرابع مثل USG ب 18 نقطة، أيضا طرابلس 14، AUST 16 نقطة، شويفات 10 نقاط، الألمو 5 و AUCE 5. كيف يعني طبعا رح تكون برنامج المرحلتين المقبلتين، لأنه الأسبوع أيضا رح يلعب مرحلتين ابتداء من بكرة، ديربي الجامعات بين USG و AUST الساعة 8:30 على ملعب الأول، شويفات شباب الأشرفية الأربعة الأربعة، أيضا بنك بيروت ألمون، الخميس جيش لبنان طرابلس الفيحاء، والخميس AUCE مع الميادين. برنامج المرحلة 15 أيضا بنهاية الأسبوع
رح تكون بالاي او اس تي وشوي فات اولى المباريات الالمون مع شباب الاشرفي يو اس جي مع طرابلس والجيش اللبناني اي او سي اي ومباراه القمه بنك بيروت والميادين تاجلت الى 16 الحاله بسبب سفر لاعب الميادين راجيفيتش سلوبودان راجيفيتش اللي هو كابتن منتخب صربيا رح يكون موجود مع منتخب بلاده وبالتالي ما رح يقدر يشارك بهالمباراة مع الإشارة إلى أنه دوري الفوتسال للبنات رح ينطلق أيضا بنهاية الأسبوع الحالي. من الفوتسال وأبرز شو كان عم يصير الأسبوع الماضي وشو لحقنا الأسبوع المقبل رح نروح لبطولة دولية بالجيدو كانت عم تصير بقبرص. عادت إلى بيروت قادمة من قبرص بعثة الاتحاد اللبناني للجيدو وفروعه بعدما شاركت بدورة قبرص الدولية التي أقيمت في العاصمة القبرصية بمشاركة 9 فرق من الدول التالية: اليونان، بلجيكا، مولدوفيا، بلغاريا، لبنان وأربع فرق من قبرص. وقد رأس الوفد اللبناني رئيس الاتحاد المحامي فرانسوا سعادة، رافقوا الحكم والمدرب أندري مشلب واللاعبين جورج مرعب، فرانسوا جونيور سعادة، كيفن نيكولاوس، إلياس حداد، حنا توما، وسيم عبيد ومايكل مرعب. وقد أسفرت نتيجة المباريات عن فوز كل من وسيم عبيد وفرانسوا جونيور سعادة بميدالية المركز الأول الذهبي لوزني فوق 100 كيلوغرام ودون 100 كيلوغرام، حنا توما بميدالية المركز الثاني الفضية لوزن دون 100 كيلوغرام، جورج مرعب، كيفن نيكولاوس ومايكل مرعب بميدالية المركز الثالث البرونزية لأوزان دون 90 كيلوغرام، دون 81 كيلوغرام ودون 73 كيلوغرام. نتشكر رئيس الاتحاد اللبناني للعبة الجيدو الأستاذ فرانسوا سعادة اللي هو حضرنا هالشريط وأملنا المباريات. من بعد الجيدو رح نروح لليوم العالمي للمعوق. ما هون منحمل إلى العالم رسالة محبتنا وعيشنا المشترك بهالقرية الكونية، منحمل رسالتنا اللي هي نقيض العنصرية والإرهاب. بهالكلمات افتتحت رئيسة اللجنة البارالمبية اللبنانية السيدة رندا بري المهرجان الرياضي اللي أقيم بالتعاون مع مدرسة العائلة المقدسة الفرنسية بملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعوق واللي تضمن منافسات بكرة الطاولة، كرة السلة وكرة الهدف. إننا اليوم ومعنا أبناؤنا ذوي الاحتياجات الخاصة نحمل إلى العالم رسالة محبتنا وعيشنا المشترك في هذه القرية الكونية. سيدة بري أشارت بهاللقاء إلى أهمية العمل المستمر اللي عم تقوم فيه اللجنة البارالمبية لتطبيق الشق المتعلق بالرياضة عبر نشر على كامل الأراضي اللبنانية من خلال البرامج الخاصة بالطلاب والنشاطات العامة. إن المناسبة مناسبة توجيه التحية إلى اللجنة اللبنانية البارالمبية على عملها المستمر لتطبيق الشق المتعلق بالرياضة من خلال نشرها على كامل الأراضي اللبنانية عبر توجهها إلى الأبناء الطلاب من خلال برامجها ونشاطاتها العامة. الحضور الكبير لوجوه سياسية واجتماعية ورياضية بهالمهرجان كان بيعكس فعلا الاهتمام برياضة ذوي الاحتياجات الخاصة. فاليوم العالمي للمعوق هو جزء من عمل كبير عم تقوم فيه عدة مدارس متخصصة على هالصعيد مثل مدرسة العائلة المقدسة الفرنسية اللي بتحمل رسالة تعزيز القيم الروحية والاجتماعية عند الطلاب وتربية جيل من المواطنين اللي بيحترموا وطنهم. بين الأخبار المحلية والأخبار العالمية والأمور يلي شغلت السوشيال ميديا خلال الأسبوع كلهم مع ناتالي نصر الله. مساء الخير. البداية مع خبر مهضوم شغل مواقع التواصل الاجتماعي بالأيام الأخيرة عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. ميسي كان عم يحتفل على صفحته على إنستغرام بحصوله على 30 مليون فولوور ونشر صورة للقميص اللي كان يلبسه ببدايته مع الفريق الكتالوني واللي بيحمل الرقم 30 وشكر كل متابعينه على إنستغرام. الشكر الخاص كان لاعب كرة السلة ستيفن كاري يلي هنأ ميسي على 30 مليون وهداه قميصه مع توقيعه. وبدور الأرجنتيني رد على كاري وقال له لما تحصل على 10 مليون فولوور رح أهديك قميصي مع توقيعي. الخبر الثاني رح يكون عن غلطة دفع ثمنها غالي الفريق الملكي بالأسبوع الماضي. ريال مدريد ما رح ينافس هالموسم لحصوله على كاس الملك ببساطة لأنه تم إخراجه من الكوبا ديل ري، وهالشي بعد المباراة أمام فريق كاديش اللي انتهت لمصلحة الريال 3-1. السبب هو إشراك اللاعب دانيس تشاريتشاف يلي كان المفترض يكون موقوف عن اللعب بسبب حصوله على 3-0 خلال إعارته لفيا ريال. الفريق الملكي بيقول أنه ما كان على علم بهالموضوع وأنه الاتحاد الإسباني ما أبلغه قبل بداية الكاس.
تشاريتشاف يلي سجل هدف خلال المباراة تم استبداله بالشوط الثاني من قبل بينيتاز بطريقة لتصحيح خطأ الموضوع بين تعليقات ساخرة من ريال مدريد وأخرى محتفلة بخروجه من الكاس. الخبر الثالث والأخير يلي شغل مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا المحلية هو عن النجم اللبناني أمين يونس يلي عم بيلمع بالساحة العالمية. يونس لبناني الأصل وتحديدا من عاصمة الشمال طرابلس وبيبلغ من العمر 22 سنة، ولد بألمانيا وبدأ مسيرته الكروية من هنيك لينتقل ويصبح الجناح الأيمن الأساسي لفريق أياكس أمستردام يتألق بالدوري الهولندي، وخاصة بعد تسجيله هدف رائع أمام هيرنفين تشجيعا له، وعبر عن حبه لبلده وشعبه دائما عبر صوره اللي بتدل على اشتياقه وانتمائه لوطنه لبنان. مع هالخبر منكون وصلنا لختام فقرة السوشيال ميديا، بشوفكن جمعة الجاي مع أخبار جديدة. عودة لعندكن تشارب الوداني. أحيانا كل شيء بيكون مشروع بعالم كرة القدم، المهم تحقيق الانتصار، مهم الفوز بالمباريات. هالأمر يلي كان عم يعمله مارفين هيتس يعني حارس مرمى نادي أوكسبورغ الألماني بمواجهة أنتوني موديست لاعب كولن. هيدي هي لقطة الأسبوع لليلة، وأنا بودعكم بلاقيكم بالأسبوع المقبل للقاء.